الأجواء الاحتفالية بعاشوراء هذه السنة كانت ملتهبة بعدد من الأحياء الشعبية بالدار البيضاء بعد أن أضحى استعمال الألعاب النارية والمفرقعات طقسا لا محيد عنه. تخريب وإضرام للنار بمواد حارقة تبقى هي السمة البارزة. غير أن الجماعة القروية ولاد عبو التابعة لبرشيد تحتفل بعاشوراء وفق طقوس خاصة. عاشوراء زوينة، كنا ناخذوا داك الشيء مزيان، العواشر، الطعار، القشاوش، الدراري، كل شيء. أكيد لا قلبوا لا والو عندنا هنايا. كنديروش ما في المنطقه كلها عندنا هنا كاع في العروبيه ما دايرينوش الدراري، الدراري ما كاينش ما دايريش قلبو. هنايا عاشوراء دايرين تاع رجال قرقاع اللوز البيبي يتشد فيه الناس يذبحوا فيه، هذه هي العواشر اللي كاينه هنا دابا في عاشوراء. الصدارة مزيانه دابا بنادم ناشط وفرحين الوليدات وكل شيء غادي مزيان. الحالة غادي مزيان الحمد لله. لا هنا بخير ما كاينش القنبول كاينين ما بقاوش يديروا. ما بقاوش داروا هذه عامين هنا ما كيبقاوش داروا. حتى لهذا العام عادي داروا شي حاجة هذا العام. غير القادقم اللي كيسمعوا القاود ديال المخزن وهذاك الشيء كيحبسوا من هذاك القنبول قال لك يدير الدراري يعمل حرق التباني يقدر يدير مشكلات الدراري يقدر يدير شي حاجة. هي اللي يحبسوا فيها. في أي منطقة كيوصل القنبول في أي منطقة ضروري. حيت كلشي كيدخل القنبول، يعني الشباب راه كيضاربوا به العنف، ما نعرف عاد الدراري كله تيدير فراشة راه بوحدو راك عارفين. المدن، أنا كان بلايص يخرجوا هادشي غير قانوني. فهمتي حيت بزاف مثلا كيقولوا زمزم كذا، حيت ملي تخرج برا تلقى واحد تلوح قنبول هادشي له ودنو في عينه، يعني اللي غاتشيلو العين ولا غاتشيلو شي حاجة راه غيولي عليها مستديمة. فهمتي يعني غتولي خطورة، يعني إلا ما كانوش عنده والديه ما كانوش عندهم ولا شي حاجة غيطلب مسؤولية كبيرة. هذه المفرقعات أو أدوات خفية للقتل تختلف أصنافها وتتعدد مسمياتها الغريبة بعض الشيء، من قبيل ميسي والتومة والعجاج والصاروخ والطيارة والنحلة وبلادن وداعش وغيرها، وكلما كان حجمها أكبر تزايدت خطورتها. بصح المفرقعات تسمى خطر، تنسب خطر كبير بالنسبه للعينين الانسان يحضر راسه من المفرقعات، وخاصه الاطفال ما يشريش اي مفرقعه كيف ما كانت ويعطيها للطفل الصغير وما تعرفش يستعملها من جهه. وكاين بعض المفرقعات اللي كانوا معروفين تيكونوا جداد وهذوك اللي اخطر حاجه، ودابا تلقاو في السوق مفرقعات مجهده بزاف قويه بزاف اللي تقدر تعطي اضرار في العين الله يحفظ تسبب العمى. دونك من الجرح الصغير حتى العام يمكن الانسان يوقع له هذا المفرقعات. التاثيرات ممكن تكون كبيره، يمكن من الله يحفظ الواحد يمكن العين تحرق، مثلا العين لا تشعلات العافيه العين تحرق ولا تحرقات العين ولا تحرق جفن مع العين، ولا هذه اضرار كبيره الانسان قدر الله يحفظها بحال قلت لك حتى العام. ولا كانت حرقه صغيره يمكن يبقاو بقايا بحال البياض ديال العين بحال الحساسيه ديال العين بحال الشوف ينقص والى اخره. هذه من اقل مسائل يمكن تكون هكا. وبصفة أخرى يمكن الله يحفظ المفرقعات تعطي الجرح، احنا في فرنسا نقولوا بلي اوفيرت، الجرح العين تتفتح الله يحفظ، ويقعوا مشاكل كثيرة صعيبة باش نعالجوها بالجراحة. هو كل عام تنتوصلوا بحالة في الجانب، وهذه الحالات خاصة تمشي في المستشفيات ديال العمومية ولا ديال المختصة، حيت تكون حالات خطيرة جدا اللي ما تجيش في العيادة الطبيب عادي. تنقولوا الوقايه خير من العلاج. ما نقدروش نحبسوا المفرقعات معلوم هذه، ولكن من الواجب نديروا واحد المراقبه مضبوطه لهذه المفرقعات، السيركوي ديالها من البلاصه اللي تنجيبوها ومنين تنجيبوها، واش هذه المفرقعات مستعمله في دول اخرى ولا تتشيط عليهم يجيبوها لنا. دونك اول سؤال، هذه المفرقعات تدخل المغرب واش قانونيه ولا ماشي قانونيه؟ هنا بالنسبه للمفرقعات او حتى هذيك اللعاب اللي كتدخل هادشي المصدر ديالها الدار البيضاء، اغلبيه الدار البيضاء هذا هو المصدر ديال كلشي هادشي اللي كيتعلق ب سواء اللعاب او المفرقعات اللي كتولي كتستعمل بواحد الشكل كبير. بالنسبه لهذه المنطقه
كاين بالنسبه للمفرقعات كتكون غير شي مفرقعات اللي بسيطه، كتكون شي مفرقعات اللي كتكون من نوع الخطير ولا هذه، وحنا كنحاولوا ننسقوا مع السلطات ومع رجال الدرك باش نحميو الشباب وهاد الوليدات الصغار وهادشي، باش ما تكونش شي حوادث اللي تكون خطيره من هاد الناحيه هادي. كننسقوا مع رجال الدرك ومع السلطه اللي كتكون حاول يعني بتنظيم اجتماعات في البشويه مع القائد المركز ديال الولاده بولي الدرك الملكي، باش كنهضروا في هاد المواضيع هادي ديال الاجواء ديال عاشوراء وكيفاش كتمر، ونحاولوا نهضروا على المسائل اللي كتكون اللي كتتعلق بهاد المفرقعات باش ما تكونش حوادث خطيره هنا في المنطقه. ورغم الإجراءات المتخذة في مناطق متفرقة لحظر وصول الألعاب النارية والمفرقعات إلى أسواق متعددة، عرفت احتفالات عاشوراء طقوسا هستيرية وهمجية حولت ساحات بعض الأحياء الشعبية إلى بؤر حرب متحركة.